ما هي مناعة القطيع أو المناعة الجماعية؟ توصف مناعة القطيع النقطة التي يكون عندها سكان منطقة ما لديهم مناعة كافية لمنع تفشي وانتقال المرض. صاغ الباحثون في جامعة مانشستر ذلك المصطلح لأول مرة سنة 1923 لوصف كيف يصبح قطيع كامل من الحيوانات، وهي التي كانت فئران في تلك الحالة محصنا ضد مرض ما حتى وإن لم يكن كل شخص في القطيع قد حصن. إن التلقيح واسع النطاق هو أكثر طريقة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق مناعة القطيع. صرح الأستاذ الجامعي بول هنتر بجامعة شرق أنجليا في المملكة المتحدة والعضو بلجنة منع العدوى بمنظمة الصحة العالمية أنه نشأ مفهوم مناعة القطيع من التساؤل كم عدد الأشخاص الذين تحتاج إلى تلقيحهم في سكان منطقة ما حتى تقضي على المرض المتفشي بها. لكن تحقيق مناعة القطيع غالبا ما يكون أكثر تعقيدا من ذلك وليس ممكنا دائما، خصوصا في حالة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب كوفيد 19 الذي لا يوجد لقاح له. قال جورجي بولاند رئيس مجموعة بحث اللقاح لعيادة مايو: تتضمن مناعة القطيع مجموعة من العوامل تتجاوز الفيروس نفسه. كيف تقاس مناعة القطيع؟ إن قياس عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى اكتساب مناعة ضد مرض ما لمنعه من أن ينتقل إلى عدد أكبر من السكان هو أمر بسيط نسبيا أولا. يحدث العلماء عدد التكاثر الأساسي RO لمسبب المرض، وهو متغير يقدر متوسط عدد الأشخاص الذين قد يعديهم شخص مصاب بالعدوى اعتمادا على الصفات الموروثة للمسبب المرضي. من المهم معرفة أن عدد التكاثر الأساسي غير ثابت. يلتقط الـ RT الرقم الأكثر دقة من عدد التكاثر الأساسي، يلتقط عدد الحالات المتوقعة لكل فرد مع تطور تفشي المرض وتغير الحالات مع مرور الوقت استجابة للتفشي. لكن لحساب البداية الأولية الضرورية لمناعة القطيع يبدأ علماء المناعة بعدد التكاثر الأساسي RO. صرحت الإذاعة الوطنية العامة أنه كان لتفشي إيبولا سنة 2014 عدد تكاثر أساسي RO يساوي 2، أي أن الشخص المصاب بإيبولا يعدي بالمتوسط شخصين. بالنسبة للحصبة فإن الرقم يقارب 15، RO وهو عدد التكاثر الأساسي يقارب 15 في مرض الحصبة. طبقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فرغم أن الأمر ما زال باكرا بالتأكيد، فإن الباحثين يتوقعون أن عدد التكاثر الأساسي للفيروس المسبب لكوفيد 19 هو تقريبا 3. ما تزال الأمراض التي لها قيم منخفضة بعدد التكاثر الأساسي قادر على التصاعد بسرعة خارجة عن السيطرة على أن تكون أعلى ولو قليلا من 1. صرح هينتر لمجلة لايف ساينس: إذا افترضنا أن عدد التكاثر الأساسي لكوفيد 19 يكون 3، فذلك يعني أنه لكل حالة واحدة سوف يكون هناك 3 حالات ثانوية، فيكون 1، 3، 9، 27 وما إلى ذلك. إن مفتاح تحقيق مناعة القطيع هو الأخذ بعين الاعتبار عدد التكاثر الأساسي للمرض RO أو الـ RT إذا أتيحت المعلومات الحديثة إلى 1. ما إن يكتسب الأفراد المناعة ضد مسبب ما، سواء كان باللقاح أو المناعة الطبيعية المكتسبة بالتعافي من ذلك المرض، سيتوقع أن تتعدى الحالة الواحدة أقل أو أقل عدد من الأفراد ضمن أولئك السكان. بالنسبة للحصبة، عدد التكاثر الأساسي هو 15. تبدأ مناعة القطيع عندما يكون 14 من أصل 15 أو نحو 93 من الأفراد محصنين. بالنسبة لكوفيد 19 فمن المرجح أن كل 2 من أصل 3، أي ما يقارب 66% يكون كافيا. صرح هينتر أنه في حالة المسبب المرض المعدي جدا فإنك تحتاج إلى تلقيح ما يقارب 100% من السكان. بالنسبة لكوفيد 19 باعتقاد أن عدد التكاثر الأساسي له يقع بين 2 و 3، إذا استطعنا تحصين مناعة ثلثي السكان، أعتقد أننا سنكون بخير. كيفية تحقيق مناعة القطيع؟
عندما يتحدث العلماء عن مناعة القطيع غالبا ما تكون في سياق اللقاحات، صرح داني إلتمان إلى مجلة لايف ساينس وهو أستاذ جامعي في علم المناعة في جامعة لندن الإمبريالية، أنه قد تكون مناعة القطيع هي الهدف الكبير لبرنامج لقاح كوفيد 19. ويتابع: ولهذا السبب يجب أن يقيم المرشحون للقاحات ومقارنتهم بهدوء وموضوعية. نحن بحاجة إلى الأفراد المستمنعين، أي من ينتجون استجابة مناعية ومحصنين وآمنين ويضيفون مستوى استجابة ثابت ومستدام. لكن هناك طريقة أخرى لتحقيق مناعة القطيع، إذا تسبب المسبب للمرض بمناعة مدى الحياة للمصابين به وسمح له بالانتشار أكثر بلا رادع، فإن معدلات الإصابة سوف تزداد وتتصاعد، ثم تثبت بطريقة طبيعية وتتراجع، ثم تختفي بالتقاط عدد أكبر من الأشخاص للمرض وتعافيهم، ثم يصبحون محصنين ضد الإصابة بالعدوى مرة ثانية، كل ذلك من دون إدخال لقاح بهم. ومع ذلك فإن تلك الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها تماما لسببين. السبب الأول أن تلك الطريقة تعمل فقط في مناطق السكان المنغلقين نسبيا التي يكون بها عدد أفراد جدد غير معرضين للمرض ولا يمثلون طعما للمسبب المرضي باستمرار. حتى المجتمعات المنعزلة ليست آمنة تماما من تلك الخطورة، لأنه كما قال هنتر: الأطفال لا يولدون بمناعة. وأضاف: العديد من الأمراض التي يتوقع أن تنتهي بفضل مناعة القطيع تظل حولنا لوجود مواليد جدد يضافون إلى السكان بشكل كاف للحفاظ على استمرار المرض. الطريقة الثانية، السبب الثاني عفوا، لا تتحكم مناعة القطيع الناتجة عن المناعة المكتسبة إلا إذا أصيب بالمرض نسبة كافية من السكان بالفعل، وفقا للبيانات الأولية من الدول الأوروبية المتأثرة ولدراسة من إسبانيا في جوان 2020 في صحيفة لونسيت، أنها ليست نتيجة مستبعدة، ومن المؤكد أنها ليست كذلك في حالة كوفيد 19. تفرض الأرقام أن فيروس كورونا المستجد أصاب فقط جزءا من السكان، أقل جدا من بداية مناعة القطيع. صرح بولاند: عانت السويد من حالات العدوى الكثيرة والكثير من الوفيات ولم تحقق مناعة القطيع بعد، كما أن إسبانيا وإيطاليا لم يحققوا مناعة القطيع، وتجد الاستطلاعات أن معدلات المناعة في تلك الدول تكون تقريبا 15%. وبينما من المغري افتراض أن تعافي الفرد من كوفيد 19 يشكل حصانة من الإصابة بالعدوى مستقبلا، تشير الدراسات بشكل متزايد أنه قد لا يكون الأمر كذلك. يقول بولاند: إننا نرى حفلات كوفيد تلك ويفكر الناس: سأذهب وأصاب بالعدوى ثم أتجاوز الأمر، غير أنه من الغباء تعرض نفسك لمرض قد يكون فتاك، فإنه نهج جاهل يفترض مسبقا حقيقة غير موجودة، وهي بمجرد الإصابة سوف أتحصن. هل مناعة القطيع ممكنة في حالة كوفيد 19؟ مع وجود لقاح فعال من الممكن أن نستطيع تحقيق مناعة القطيع وإنهاء جائحة كوفيد 19، لكن قد تكون الجرعات المعززة بانتظام ضرورية، لأن البيانات الأولية من المرضى المتعافين تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد يعطي مناعة لشهور أو سنوات قليلة فقط. صرح بولاند: كما تعلم، بعد مرور سنتين أو ثلاثة من العدوى تصبح الأجسام المضادة غير قابلة للكشف في سارس وميرس ومرضى فيروس كورونا الموسميين، لذا لا عجب في ذلك. ويتابع: إن فكرة أنني سوف أخذ اللقاح وأكتسب مناعة دائمة كما حدث مع الحصبة ومتلازمة الحصبة الألمانية والجذري أو شلل الأطفال هو أمر لا يحدث في تلك الحالة. ومع ذلك فمن دون اللقاح ليس من المحتمل إلى حد كبير في حالة كوفيد 19 أن تنتج مناعة القطيع طبيعية، لأن معدلات الإصابة ليست قريبة حتى من النسبة المئوية اللازمة لخفض عدد التكاثر الأساسي إلى 1. صرح هينتر: تشير الدراسة الإسبانية إلى أنه حتى الآن أقل من 10% من الإسبان قد أصيبوا بالعدوى. إنك قد تحتاج إلى 10 أضعاف أو 15 ضعف الحالات الحالية والوفيات قبل أن تصل إلى مناعة القطيع.
قد يستغرق الأمر شهورا وسنين حتى يصل إلى تلك البداية، وحينها قد يخسر الكثيرون من أولئك الذين أصيبوا بالمرض مناعتهم على أي حال، ممهدين الطريق للإصابة بالعدوى مرة أخرى وحدوث دورة أخرى من المرض والخسارة. الخلاصة الواقعية هي أن الأمر قد يتطلب أحداثا جسيمة أكثر ملحمية مما رأيناه آنفا، حتى نصل إلى إمكانية حدوث مناعة القطيع بطريقة طبيعية لكوفيد 19. ذلك إذا كان الأمر ممكنا على الإطلاق، صرح إلتمان. يمكنك تحمل جائحة مروعة تصل إلى تدمير البنية التحتية للمجتمع مع وجود أعداد وفيات ضخمة، وما تزال لم تحقق مناعة القطيع.